بزاف الديوان تاعنا خويا قال لك 94 هو يحفف عندك خويا الديوان تاعنا كيف انا غيرك ملي جيت من لونغونس جاي بوبيلاتير هنا يبارك الله يبارك خويا 94 هو يحفف عندك شمال الله يبارك شحال 14 عام وكي كان يلعب وكي سينير في مولديات في مولديات تاع الجزائر كيفاش كان يحفف؟ كان يمشي وصلت لهنايا حسن يعاود يولي هكذا والله باسكو اللي بغوه خويا سقسوا عليه شاك فوا سقسوا عليه صح يكزيجي بزاف في الكفه تاعو اه وي اه وي يهب لك ولا كيقعد نورمال اه يهب هذا الوقت هكذا هاي يبغي له يبغي واحد اللي يكون شيك بوش يبغي يا اه يبغي وانت تهلا فيه ولا كيما لي كليون كامل اخويا هو بكري في بلاصه عينيه سبيسيال كفه تاعو اه وي خشي الله يخليه ولا فيروك صاحبي ماما وجيب لك وهو اللي حسن خلاص لا 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 غير حاجه واحده اخرى ما نتعرفش شكون يجيبها لي حسن نمشي ولا لازم على شي اخر نمشي برصا برصا كونتر كونتر ما ندير ريال مدريد هذه ما نسمع هو ثاني ريال مدريد مدريد هيا السلام عليكم السلام صحيت خلاص كمال اللي هوا شوية وها هبني كمال خويا هذه حومتك جديدة هذه حومتي جديدة ياه هذو أحبابنا كاع هذا مناصر مولدية وهران الله يبارك مرحبا بكم وهذا الإلكتريسيان على الحومة الله يبارك هذه عيطوا له القالية تحبوا رضوان مني من كان جوار ولا كي جاسكم في حومتكم لا لا ملي كان جوار هذا تسمى كيما يقول لك دوك نفهمك على هذا هذا بس قطع الحاج الله يرحمه بويا تا المو كان يبغيني عطاني هاد الارض هذه تسمى هذه تعويراتها هاد الارض راها في اسمي وهذيك تعويراتها هذه استفاد منها وانا هذه هاد الدار تاعي هذه هي وهذيك تاع الورات اخويا انا نسكن هنا يا اخويا فهمني دروك جينا في مومو وين زعما الحومه شويه راها خاويه وهاك شوفوا انا ثاني اللي كنت نلعب في بلاصيطه هنايا جامع حدايا هذه داري نورمال مع الحومه وهذا باش جاري اليمونطاسيون راني كيت لعب الكريدي هاك اخويا فهمني هذا حانوت تاعي وهذا خويا تما مخليه له ما نحاسبه ما والو مرحبا بكم تفضل دخل دخل فهمني فهمني هم كاين لي سيفينير هنا كاين سيفينير تاع هادي انا عارف لي هادي فهمني خويا طرو هادي خويا احنا الاول اللي داخل فهمني هذا كان تاع مولود وانا جاب لي واحد كاين يعني فاكو ليام تاع مولوديه وهذيك تاع مولوديه تاعنا وهذيك كان عندنا هنا أنا كان عندنا حفلة عرضنا أركيلاس ربحناهم ستة بزوج وكان حاضر فيها الشاب خالد وش من العام هذه؟ هذه 2003 2004 وهذه مع مولودية في بومرداس فاهم وهذه هي وهذه الحياة تاعنا أبري أبري فوتبول أه ومرحبا بكم في الدار أه بسم الله بسم الله عندي بزاف ملي جيت سكنت انا عندي واحد 10 سنين هكا ولا 12 عام كنت لعب هنا في لا هنا هذه كي بنيتها كنت في المولودية داسي تسمى رفدت الدراهم المولودية وجيت بنيت بدراهم المولودية بنيت بنيت هذه فهمني هذه هي الديرة تاعنا يعني هنا صار هنا امتي تشومبر خاطري كوزينة انا خاطري كوزينة خير خلاص لا بس هذا كردوان كيكونوا لي جوار ما ياكلوش بوش يحبوا هكذا طم دوكا مهب لك شويه في الكوزينه ياكل كلش ما يجز ما يجز الله يبارك الله يبارك فيك خويا تزوج سلطان كيكون جوار هنا في وهران ولا واه كي كنت انا 2006 2006 ما تزوج صغير شويه شحال كان عندك في الله هذا عندي 2006 كنت عندي واحد 33 سنه تسمى تزوج شويه روطا اه تزوج شويه روطا مكتوب انت طوم شويه تحب مش تنسى على الجوليجا مليح الزواج
يكون جان ولا كاين لي جوار باغ اكزومبل يحبوا الكونسرير يقول لك لا ستابيليتي يتزوج وكاين اللي يحب يخلي حتى كيما انت قريب يكمل لا كارير باش يتزوج. اما الزواج مكتوبه كامل خويا فهمني انا نوصل الكونسي كيما يقول لك واحد يتزوج اونتر 25 و 28 هكا باش يشبع ولاده راك فهمني عندي هادو زوج ولاد بزاف عليا هذا اللي ما حبش يهضر معنا كاع ايمن 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 باك معايا ما يهضر ما حبش كاع يهضر بالبارح ما هضرش كاع معنا كله يقول له حاجه ما تهضرش اصلا انا وقت كي شاف يما باك يهضر معنا والله ما يهضر كاع والو هذا تسمع هذا داير احنا كوطريه دايره هنا للضياف انا على بالك جينيرالمون والله العظيم ما نطلعش هنا والله يا عبد صح يا كمال خويا والله ما نطلع شوفوا برك لا في واه هذه حومه بونونجي هذه هي بونونجي واه انا سموها بونونجي مش عارف جدودنا ولا جدودنا بالك برمي بونونجي في وهران بالك والله العظيم قدامك جامع الله واه قدامي جامع وهذا يا خويا هذا هو المنزل تاعي حشيشه وطعم معيشه كما نقول بنزل جو علان بنزل جاي يستعد ويضيع شيخ بنزل جاي يضيع ضربه الجزاء هذاك الماتش كما يقول لك سفري هذاك الماتش يقعد غرافي دون كما يقول لك دون موكر راك فاهم سي تان غرو ماتش بيبليك غالري ماتش شباب كانت لامبيونس اللي كانوا لعابه ثاني ملاح كانوا لعابه كبار عندهم اسماء واد كيما يقول لك من النوع الرابع كان تزيري كان لونيسي كان اكسيتيرا ومعنا كان معنا العزيزي ميراغا كان معنا الدوب بن علي فاهم كانت ايكيب شابه هذاك الماتش شتا ماتش ان بو سبيسيال باسكو لي سمعنا كنت جيت قال لك بلي نخسروا كاع مع لي زيكيب غير مع لي سمع ما نخسروش وانا حضرت في لي ديربي واحد 4 فوا ولا 5 فوا اديت كل ما عليا والحمد لله هذاك الديربي شحال اللي راطيت ضرب الجزاء كنت جديد انت هذيك مودي راطيت جيت تقدمت له باش لا ريسبونسابيلتي كانت كبيره باش درت انت هذيك البيناتي ومن بعد راطيتها واه بعد كيفاش كان عندك المورال باش عاود تولي هذاك كيما هذيك لاكشن كي جا البيناتي انا رحت باش نرفدها باش نديرها علاش بغيت نبين روحي باللي انا كيما يقول لك اريفيت جديد في مولوديه باش نبان باش نربح الجمهور الحمد لله ربي وفقني رفدتها باسكو لي تماك باش الناس تعرف تماك بالو ما تيليتاش مني باسكو الاربيت نقلها كيما ضروري كانت حفره في سان جوي دخلتها الاربيت دخلها لي تماك انا جبتها من الحفره بغيت نديرها من ما بغاش شافني تما التروق بني شويه عليها ضربتها كيما من بعد كي رادت المقابله قلت لك حد الشعب من عمي راه غادي يدور كاع عليا الحمد لله زدت درت انا كرون ماتش وزدت طبعتها بلو بوت فيكتوار الحمد لله واقرين كورنر تاع سلاطني واه كورنر تاع سلاطني كيما يقول لك طلعت بيان طوندو افيك لا تيت ماركيتها وجيتي اورو وجيتي اورو بزاف وفوت هذيك النهار شباب الغدوه فوت شباب جيت هنا لوهران استقبلوني خوتي دارنا صحابي قالوا لي عجبتنا لعبت غايه وكيما يقول لك ثاني الجمهور تاع مولديه العاصمه جمهور من ذهب كي هو كي مولديه وهران زعما ما ننساهمش باسكو وقفوا معايا كي ندخل للستاد سان جوي كنت نقلع وكنت المركي كرمالي قال لهم كلمه في الفيستير الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه ويوسع عليه قال عزيزان قال الضوب نقلها كيما قال لهم عيب عليكم قال القاسي سعيد قال لهم عيب عليكم كيف انا ريال غوش يجي يطلع يماركي 4 بيوت وانتم دي زاداكم ما تمركوش هذه الله يرحمه شهاده تاع كرمالي هذه دخلها في الفيستير قال لهم دنقوا كيما هو يقول الله يرحمه ويوسع عليه مسكين كيما يقول لك او باساج نحيي العائله تاعه ونقول لهم ربي يرحمه ويوسع عليه باسكو كان ميم شيخ كرمالي هو اللي داك ليكيب ناسيونال سيتي اون كيل اني لا بروميير كونفوكاسيون تاعي كنت في تلمسان بروميير كونفوكاسيون تاعي مع ماجر واه وكرمالي كان تسمى لحقت عليه من داو الشامبيونات زدت عامين معاه لعب معاه خدمت معاه عام ومن بعد العام الزواج خدمت معاه هدان مع رونكا مع بيسكري فا
الفريق الوطني برك حنا بنزرقاء ريحت حوالي 4 سنوات الى 3 سنوات في المنتخب. كنت انا شنو العام جات كونفوكاسيون الاولى؟ 94 من كنت في تلمسان. ربيت الدعوه جيت كنت في وهران النار كبصت لتلمسان رحت للسرك 96 ما رحتش كوب دافريقيا. لا كنت معاهم بصح ما جيتي بابا بارمي لي 22 و 98 لعبت لي زيميناتور كوب دافريقيا كوب دي موند ربي ما كتبش. ومن بعد لعبت كوب دافريك تاع 98 في بوركينا فاسو. بوركينا فاسو برك نحكوا لا جينيراسيون هذيك اللي كانت في المنتخب الوطني لاعبين كبار مدوا بزاف الفوتبول نتا واحد منهم ابار تزيري ابار نقول بلعطوي ما راش نشوف حتى واحد راه في حاكم ايكيب ولا مدرب بار كونتر نقولوا في البرسا ولا في لي زوتر ايكيب يكمل من الناس يدور في الميلون البارح نشوفوا له يلعب غدو اونترينور ليوناردو ولا في بي اس جي نقولوا غوارديولا الاخر علاش في الجزائر ما يديروش لا كونفيونس هادوما في لي جان اونترينور هنا واش تقول انت على هاد البوان هذا؟ انا نقول هادو الناس اللي راهم حاكمين كره القدم ربي يهديهم هذه الاولى وشوفوا في هادو لي زونسان جوار اللي مدوا مدوا الفريق الوطني ومدوا كما يقول لك لي زيكيب تاعهم كيما باريك زوم ما بعدوش. انا كي تشوف لوسما صافي بليزير ها تشوف لي زيسبور شوف لي جونيور كاين نسمعوا دي زيكو عندنا كاين زغدود حاكم زيسبور كاين حمدود راك فاهم كاين مفتاح صافي بليزير كاين تزيري في السينيور كاين دوتر بيرسون راهم بداو يخمو باش حنا هنا في ورن انا ما انا شوف انا ما نكريتيكي حتى واحد راك فاهمني انا انسان لعبت اون كارير استحفظ على الاسم تاعي يبقى رضوان بنزرقا توجور رضوان بنزرقا انا باذن الله باذن الله يا ربي نولي من عادش نولي نقعد انسان متواضع جدا انا نطلب هاد الناس ورديه او جمعيه وهران او وداد تلمسان ولا بالعباس مستغالي يشوفوا في ليزونسان شوار اللي عندهم باجاج فاهمني كنا حنا قادرين ماشي اعوذ بالله ما نقول كلمه انا حنا قادرين نعطوا الدعم لهاد الشباب اللي طالع علاش بالاكسبيرونس تاعنا درك عندك 4 سنين ملي كما اعتزلت هكذا 4 سنين ولا 5 واه عندك 5 ولا 2009 اسك بريباريت اسك درت دي زيتيود اسك قريت والله هذه كيما يقول لك نورمالمون مي كنت نلعب كنت نورمالمون كي كنت نلعب كنت نقرا فاهم الوقت تبدل بزاف احنا ما درناهاش ما كانش في اللي عطينا لي كونسير فاهم جا كيما يقول لك راهو راهو بالكرة القدم دروك حاليا هو زعما شويه عاوننا عطانا كيما يقول لك درنا هذاك برومي دوغري لي زانترناسيونو فاهم كاين اللي كاين لي زانترناسيونو مساكين اللي ما عندهم والو شوف هذا كريم نوض ستات كومبلي كان الناس قاعد تحيله والواطا بزاف راك فاهمني دروك يكمل البوله والو كما يكونش داير التاوين ما يشوف فيك حتى واحد هذه نعطيها كونسيل كما يقول لك للجماعه والله ما ديش لافوني لروحك والله ما كان يشوف هذه واحد وكبسوله هذا مساكين صحابي راك فاهمني وبرسك كنت نضل معاهم عاده ثاني كما يقول لك واحد كما يقول لك فات على كارير مليحه ودوب ثاني لعب معايا وعاونني وكنت نضل معاهم في كي ولا في بلعه كنا نروحوا نقصروا عندنا قهوه تاع صاحبنا كنا نريحوا هذا فوزي موسوني هذا فوزي موسوني كنت تخافوا كنت مهاجم كنت كل لاعب كونتر عليه يقول لي ما يقول لي ما توسعنيش ابا ما جيت غارديني غير انا ولا هذه البوله اخويا وكنت نعطيه شويه الصوت هذه لاكور لا بريمير كوب دو ليغ لعبنا مع عين بيضاء كنت انا كيما يقول لك سجلت الهدف احنا 1-0 بريمير كوب دو ليغ هذه في واغادوغو هذه ماتش اميكال مع بوركينا فاسو هذه كوب دالجيري هذه كوب دالجيري في مستغاليم هذه لاس مولوديه كنا نلعبوا بالتوني زرقاء بالعطوي كان قائد فريق تاع مولوديه طهران وانا كنت قائد فريق تاع جمعيه طهران تاع جمعيه طهران هذه ثاني كي يقول له هذا جندر نحييه بالمناسبه تيارت لا تاع مستغاليم صغانم هذه كنا في رحبه صغانم جا مولوديه تاع وهذا ثاني مسكين هذا انسان خاطئ كل شيء يطلقوا فيه دعايات باللي يسهر ويشرب هذا خاطئ هذه 97 هذا بالتاج الله يذكره بخير هذا بالعبد الله هذا غول هذا دحلب هذا زغدود هذا قاسي سعيد هذا بالحملات هذا تيزرويل هذا حمداني وهذا تصفاوت عبد الحافظ
هادو هما ولاد الفوتبول. يا لاباس مرحبا بكم. واش تقدر تقولنا على لا كارير اللي دارها رضوان بالبركه؟ ولا كارير تاع رضوان نظن انا كانت ان كارير تري زونوراب باسكو اللي كيما يقولوا دا فيها لي تيتر الى دار تما الى دوني بوكو الى جوي اون ايكيب ناسيونال دونك حاجه تشرف. بون سي فري مع رضوان انا باسي كاب برسك لا جوناس برسك ما كارير في رحبه. بون ما رضوان مشينا اللي غادي نعرف على الجمهور ولا لا كارير تاعي هي اللي تهضر عليه. كان ان بون جوار كان سي جوار كي كان يدير لا ديفيرونس في لي ماتش و سو لا بي لا في بريفي تاني كان كنا كشغل اوني اون فامي تما نضلوا في رحبه ها كيما اليوم جيت على غفله نلعبوا بريسك تو لي جور انصامبل جو بونس اي لا باسي اون بون كارير. رضوان مي كان في جمعية وهران على تنقل من مدينة وهران. شنو غادي نقول لك؟ لازم شي نيكول ويقولوا صحاب وهران يقولوا لازم شي نيكول كي تروح المولودية تزيد تشيع. أنا جو بونس با هذه ما ماشي هذه هي لا سوليسيون. أنا سابري تربيت في لاف وبغيت نلعب في المولودية. بزرقة باغي نسقسيك لعبت في تلمسان ولامسي ولامسية. هو اللي كلاب اللي تبغيه بزاف شكون هو؟ شنو غادي نقول لك؟ تلمسان عندي سوفونير معاهم ولازم عندي سوفونير باسكو تربيت فيها ما نجمش ننساهم. مولودية درت فيها اسم ودرت فيها كارير براسك. ما عنديش خيار بيناتهم. مولودية الجزائر اللي كيما كتبت اون كروند بورت باش زعما زاد دارت لي اسم حدا اخر. كسيوني شنو نقول له؟ انا ماكش عاد ناكل يوم مع هادي عندكم ها؟ عندكم انا في حوم هنا راه في بولونجي والله والو نجي كل يوم براس كل يوم بصح شاولا نبوانت عند الحاجه ونروح باسكو عندي بنتي تقرا وندخلها الصباح ونقرا على 11 ما عنديش الوقت باش نجي نريح بزاف بصح من داك براس كتولي جور نجي الى جينا وقت لافايا هذا رضوان ما نشكروك جوزنا معك جورنيه شابه تعرفنا على بزاف عفايس اللي ما كانوش باينين نقولوا في حياه رضوان وكارير تاعكم جوار حتى لي سيبورتور كاع تاع الجزائر وحتى اللي مشاهدين اللي مشوفونا يحبوا رضوان بزرقه توحشوه جاسبر ان شاء الله انا ورينا لهم الجوار تاعهم كيما راح نواصلوا ان شاء الله كاع نمر مع دي جوار واحد اخرين رضوان واش راح تقولنا لحقنا لافان قلنا كلمه اخيره اولا نشكر قناه النهار اللي تعمل عمل جاد باسكو سي با فاسيل نعرف بان بلي سي با فاسيل وان شاء الله هاد القناه تزيد كما يقول لك تجيب معلومات اكثر اكثر على هاد اللاعبين باسكو اللاعبين هادو كيقول لك راه مهمشين راه منسيين فاهم ماذا بينا هذا سي ان غون بليزير بور نو اون طونك اونسيان جوار ومفتخرين بكما الدور اللي تقوم به سي كمال خويا وحنا جد مسرورين وحنا هذه مدينه وهران مدينه ديك الزوجه و نشوفوكم تولوا في بون نورمالمون عن قارب نكونوا في الميادين باسكو نبغوا ولا نكرهوا حنا ولاد الفوتبول وحنا ولاد هاد لي زيكيب حنا نورمالمون نقعدوا في هاد لي زيكيب الناس راها تشوف المعيه بالامر راها تشوف وان شاء الله باذن الله سلامي الحال لكل جمهور جزائري كوسوسوا داخل او خارج الوطن وسيتو الفرق اللي لعبت فيها نحييهم بزاف درت باركور كي تلمسان كي لازمو كي المولوديه كي مولوديه دارجي ما ننساش خيرهم وقفوا في الدي مومو في مراحل صعيبه وقفوا معايا الناس ما كما يقول لك ما خرجوليش الكلمه السيئه وانا فخور جدا بالعائله تاعي
فخور جدا بالزملاء اللي قدموا لي مساندة طول المشوار الرياضي، ونسلم كاع على الجالية سيرتو اللي في الخارج، نسلم على الجالية اللي في الخارج بالبزاف، وسلامي الحار اللي كما يقول لك لي خوتي، عندي واحد في لابلجيك نحييه بالمناسبة، وعندي واحد في باريس نحييه بالمناسبة، وعندي واحد في سان فرانسيسكو نحييهم بالمناسبة، وان شاء الله هذا التيفي تدخل كما يقول لك الفري بوكس باش يولي يتفرجوها. والنداء تاعي ثاني للجمهور مول ديال وهران يصبر، يصبر على هذا الفريق، وان شاء الله نتلاحقوا حنا في لو بون مومون ونصنعوا فريق كبير ويولي يلعب على المراتب الاولى، باسكو مول ديال وهران جمعيه وهران ديال تلمسان اتحاد بن العباس مستغالين فرق كبار، ولكن المسيرين بكل احتراماتي ما نقولش بالمسيرين ما فيهم شي في المستوى، خاطيهم كره القدم اللي راهم دروك با لا اليوم حاكمين دي جيستيونير اي سون با ما كونيسور في لو فوتبول. ان شاء الله ربي ينوركم وربي ربي ينور هذه القناه وكل خطوه بحسنه. ياك مرحبا بكم في وهران تاعكم، بلات هذه الخدمه كي تجوا عندي مرحبا بكم. صح ربي تخيرك ميرسي بوكو خويا ان شاء الله سي تري جون على خير هكذا يعطيكم الصحه. انتم مشاهدينا نقول لكم بقوا على خير، موعدنا ان شاء الله في حلقه قادمه، الى اللقاء.